هلا حتحرك. صح هكا هكا جبد عندك جبد عندك هيدك هيدك السلام عليكم متتبعين ديالي، كنتمنىكم تكونوا مزيانين كيف ما وعدتكم. خرجت وليداتي لجهة الكورنيش بلايا الغابة مطاعة الألعاب. صراحة غير هذا باقي كنا في الحي ديالنا، خرجتهم لعبوا شتيتو، خرجتهم مع العشية. وجات بلايا صراحة فيها هاد الكراشات مزيونين كيركبوا فيهم، ومفاجأة هي جبرنا المعرض كاين في طنجة في ساحة الأمم، بدا نهار 20 في الشهر باش بدا، ما كانش عندي صراحة الخبر. وصلنا لتليلو، عجبني المعرض، فيهم أثمنة مزيونة مع كي كيكون معرض كيكونوا الأثمنة ناقصة، ومجين من جهة الجبل، مجين من جهة الخميس، لا خميس طنجرة، مجين من جهة المهم نواحي طنجة كاملة، مبوغة العوامة، المهم اللي عندو شي منتوج كيجيبو. جهة مدينة قديمة حدا الجامع الكبير، بزاف سقسيتهم صراحة. مجين من الصحراء شلوح، كاين جمعية الحلوى، المهم بزاف الحاجات عجبوني وعاملين الأثمنة مزيونة. جبرت الزعفران كشعره صراحه عجبني، باقي نرجع ان شاء الله ونتسخر. كيبيعوا في فرديمات تينا وجوه داكشي اللي تدي هادو شي ديال الناس مشلح. واحد السيده مخنفره قالت لي شلحه مخنفره عندها هاد المنتوجات هادو، وصراحه الاثمنه مزيونه. ايوا وبنتي عجبها هاد الشيء، بقات كتسقسيها وكتشوف تشوف داك المنتوجات ما عمرها شفتهم. وملي سقساتها قالت لها جي نلبس لك اللبسه ديالهم د الشلوح كما كيلبسوها البنيتات، وانتينا شني ما عطيتيها جهدك يعني ما كيشرطوش بزاف، 30 درهم 40 درهم كنتينا وجهدك كتعطيها، المهم زياده فيها مسكينه حتى هي عاوتاك هنايا كتبيع وكتدي الخاطر. هادو كيعملوهم في الراس، هاد الصفار كيعملوهم بحال الحراس الشامل، هاد التاج هو كيعملوه في الراس مطاع الحراس جوهر، هذاك اليد في اللي في الكحل. واللي عجبني هو واحد انا غنوريه لكم كي مخطوف فيه اللبن، ما عرفتش اسمه سقسيته ونسيت، كي مخطوف فيه اللبن وكيخرجوا منه الزبده وداكشي. بنتي عجبها وبغات تصور معاه، نتوما عاد تشوفوا شنو عملت لها بليغات شرابل ديك الحزومه اللي كيعملوا في نصهم. هيا بنيته ديالي جات سقسات على هذا وقالت لها جي نلبس لك، عندها اللبسات في الخضر واللبسه في الحمار واللبسه في البيض. بنتي لبست لها اللبسه في البيض، هي سميمره كتوريها كيفاش تعدل هادو، هي ما عرفتش كانت كتدفع في الجنب. هيا وهود لها داك على عينها، صحاب لها هيدا كيكون عاد عدلاتولا وشي كيفاش كتعمل له بحال حطيشه ما عرفتش. معدل بالعواد وداكشي تقليدي واللباس تقليدي ديالهم وكلشي، كتشوف شني هذاك. صراحة إنسان يدي وليداتو تما عندهم يشوف ويكتشفوا العواول التراث ديالنا. نيا غتوري لك كيفاش تعدل. يلا حتحرك. صح هكا هكا جبد عندك جبد عندك هيدك هيدك هذا.
جات في حالهم ايه جات في حالكم رجعت دابا هذه الدنيا ديال الديوا هنا كاين هادو د الطين ود الحاج اللي جا المهم بزاف الحاجات صراحه ما كنعرفوهمش كاين هنا قال لك د اسفي وطنجه وتصويره نسقسيتك البنت اللي تما مكلفه قالت لي كاين اللي كيجيبوهم من اسفي ومن الصويره وكاين طنجه صراحه مزيونين وحده قصيعه عجبتني هنايا في الارض ما عرفتش واش عتبان كيعدلوا عليها التريد جات بحال الصينيه ومخرجه من الوسط اول مره شفتها الصراحه هاد الطين وهادو كنعرفوهم حبقات الطنات براده دوك القلات د الماء الغريرفات هادو كيكون فيهم الريحه د قطران صراحة المعرض في المستوى وفيه تنظيم مزيان كاين الناس الحراس والناس اللي كيبيعوا تما حتى هما مؤدبين وكيتسقسيهم يقولوا لك اللي بغيتي
كيقول لك تصور، انا ما صورتش كل شيء وبزاف حيتاش الناس بزاف تما وكيهضروا وديك الشيء. كاين هذا 200 درهم، هذا طبعا 2 متر، هذا كاين 200 درهم 2 متر، هو هذا اللي ماشي الله يعطيك 2 متر على 9. نعم اش هذا؟ اش هذا؟ وهذه هي الكرزية. صور هذيك على قد الجهة.